بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني، فنحن في هذه الأيام المباركة وفي هذه الليلة بخاصة ليلة الجمعة نستقبل شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون غدا يوم الجمعة أو واحد من رمضان، ونزف البشرى والتهنئة لحكومتنا المباركة ولدولتنا المباركة ولإخواننا السعوديين ولإخواننا المسلمين في كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبر وإحسان ونعمة وأمن للإسلام والمسلمين، ونزف البشرى لإخواننا المسلمين ونوصيهم بتقوى الله عز وجل في كل مكان، ونقول لهم إن ربنا سبحانه وتعالى أحب شيء إليه الفرائض التي فرضها على عباده، وإذا تقرب الإنسان إلى ربه بهذه الفرائض ثم أتبعها بالنوافل فإن ذلك يكون سببا لمحبة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه كتب علينا الصيام، فرض علينا الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فيا إخواني، لعلكم تتقون فرصة طيبة أن الإنسان يصوم ويكون سبب لتقوى الله. التقوى يا إخوان ما هي؟ التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، فربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام لنكون من المتقين. ولذا إدراك رمضان نعمة كبرى على من أقدره الله عليه. هل تعلمون في حديث ثلاثة وفي بعض الروايات اثنين، أن اثنين استشهد وبقي واحد، بقي بعدهم سنة كاملة، ثم رؤي في المنام أنه فوقهم بمسافات، فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل عاش بعده سنة، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: فالذي عاش بعد هؤلاء ماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قال: أليس قد أدرك رمضان وصامه وصار كذا وكذا سجدة وصلى كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، يعني صام رمضان واحد بعدهم، فاز عليهم بمسافات بعيدة كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أبعد مما بين السماء والأرض. فإدراك رمضان ما يفوت إلا الأغبياء، ما يفوت إلا المحرومين، وأما أهل الصلاح والفلاح فيشمرون ويستعدون لهذا الشهر الكريم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى اختص الله هذا الأجر بالصيام من بين سائر الأعمال، كل الصيام له، ربنا سبحانه وتعالى اختص الصيام له من بين سائر الأعمال، ووعد عليه الجزاء العظيم مما لا يخطر على القلوب. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. انتبهوا، إذا أفطر الصائم يفرح لأجل يأكل تمرة وتمرتين، لكن الفرح الحقيقي، الفرح المهم عند لقاء ربه، يفرح بهذا الأجر العظيم. هذا الصيام له فضائل عظيمة
يشحذ الهمم، يقوي العزائم، يبعث على الجد والاجتهاد. ولذا وجب على الصائم أن يسير على نهج السلف الصالح. ماذا كانوا يفعلون السلف الصالح؟ يقولون إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام. تسمع أحد يسب أو يشتم أبعد عنه. يصم بصرك عن الحرام، لا تنظر إلى الحرام. يصوم لسانك عن الحرام، لسانك ليس فيه كذب، ليس فيه غش، ليس فيه محرمات. وأيضا دع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يوم صومك ويوم فطرك سواء. حتى لو سبك أحد أو شاتمك أحد أو تكلم أحد فيك، قل له إني صائم، لا ترد عليه. ولذا سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس اجتهادا في طاعة الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذا كان إذا دخل رمضان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد أيضا في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره عليه الصلاة والسلام. في رمضان يا إخواني، في رمضان أعمال صالحة كثيرة ينبغي للإنسان أن يهتم بها، وأن يكون أيضا مشمرا في طاعة الله عز وجل. فرمضان مدرسة الصبر والتحمل وقوة الإرادة، فلنبادر جميعا إلى التنافس في عمل الصالحات. ومن الأعمال الصالحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء رمضان يأتيه جبريل ويدارسه القرآن. لماذا لا تجتمع الأسرة ويتدارسون القرآن الكريم ساعة أو ساعتين أو ثلاث؟ يتذاكرون، هذا يقرأ حزب وهذا يقرأ حزبا. ثم أيضا ينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن يتدبر القرآن، لأن القرآن هدى، القرآن شفاء، القرآن موعظة ينبغي للإنسان أن يفهمه. هذا القرآن كلام الله، أحسن كلام، نزل به جبريل أفضل الملائكة، نزل به على محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين. ولذا ينبغي أن نهتم بهذا القرآن الكريم ونقرأه، نتدبره، نفهمه، نجتمع لقراءته، نجتمع لقراءة أيضا سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. أخبرنا سلمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر ليلة من شعبان، يقول سلمان رضي الله عنه، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، فعلينا أن نفهم هذا الكلام وأن نقوم بطاعة الله عز وجل. نعلم أن هذا شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، فنشكر الله عز وجل، نستقبله بالبشر والسرور، نستثمر أوقاته بطاعة الله من صلاة وصيام وقيام وصدقة وذكر وقرآن وتوبة واستغفار. والحذر، الحذر، كل الحذر من جعله موسما للكسل والبطالة واللهو والنوم والغفلة والإعراض عن ذكر الله. انظروا يا إخوان، فتوحات المسلمين العظيمة الشهيرة كلها في هذا الشهر الكريم. بدر أعظم معركة وأول معركة للمسلمين للدولة الإسلامية في السنة الثانية من الهجرة، هذه كانت في رمضان.
أيضا فتح مكة سنة 8 كان في مكة، فتح الأندلس أيضا كان في رمضان، حطين كانت في رمضان، عين جالوت كانت في رمضان. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يعرف آداب الصيام، وأن يعرف مبطلات الصيام، وأن يعرف مكملات الصيام، وأن يعرف كيف يحافظ على الصيام. وينبغي أن يكون البيت بيتنا مدرسة، بيتنا مدرسة، نتعلم كيف نصوم، كيف نقرأ القرآن، كيف نتدبر القرآن، كيف نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أبناءنا مبطلات الصلاة، نعلم أبناءنا أركان الصلاة، نعلم أبناءنا المحافظة على الصلاة في أوقاتها. ولذا المفطرات الأكل والشرب، الأكل والشرب تفطر الإنسان عمدا. ولذا أيضا الذي في بمعنى الأكل والشرب مثل الإبر المغبية، وأيضا الجماع في نهار رمضان، إنزال المني باختياره، التقيء عمدا، من ذرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. وأيضا الحجامة، أفطر الحاجب والمحجوم، والحيض والنفاس، كل هذه من المفطرات، وهي أيضا أشياء بسيطة. لكن ينبغي للمسلم أن يكون بيته ويكون بيته مدرسة لتعليم العلم في هذا الشهر الكريم. ومن أهم العلم هو قراءة القرآن، تدبر القرآن، معرفة تفسير القرآن، أيضا المحافظة على الصلاة في أول وقتها، المحافظة على صلاة التراويح ولو كنت وحدك، حافظ على الصيام وحافظ على القيام. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.